بيليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليا انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنك مع اني عارفة انك طريق اخره سراب لانا قادرة من حبك اخف ولا قد اعراض الانسحاب مع اني عارفة انك طريق اخره سراب لانا قادرة من حبك اخف ولا قد أنا مدمنة ولا قد أعراض عايزاكي تعرفي اني مش هعتغير لما جيلك وترجعي لحضني يا قلب ماما وساعتها عمري ما هسيبك تاني ابدا ولا هسمح لحد يبعدنا عن بعض سامحيني لو هتاخر عليكي شويه مش بايدي يا ريت تعتبرينا كلنا عيلتك لو احتجتي اي حاجه ممكن تطلبيها مني ما حضرتك ما سبتنيش اطلب انا عرفت ان انت اللي جبت لي الشغل عند صوفيا الله يسلمك يا ساره انت قولي لي ايه اخبارك ما عدناش مع بعض بقالنا سنين من 3 سنين من ايام فرح ناهد بنت خالتي ما لازم تعرفي ان الحاجه الوحيده اللي هتخليني اسامح او اغفر انك تشيلي الموضوع ده من دماغك مش موضوع التياترو اللي في مصر موضوع الغنى والتمثيل من بابه انا خايف يكون بيتلاعب بيك ما كانش جه وقال يا جواز يا فالح لا معلش هو لسه ما قالش طول ما الكلام مع النسوان يبقى لسه ما قالش عايز يقول يقول للرجاله يجي يثبت حسن نيته يعني يطلب ايدك من اخوك الكبير زي الاصول ما بتقول يا اختي بتكون خايفه اما تصحى تلاقي نفسها في حضن حد غيري واكيد وحشها قوي حضن امها مفيش حد تاني حاسس بيها أنا أسفة أنا المفروض إن أنا أكون بخفف عنك مش بزود واضح إن كل حد فينا عنده اللي يبكي عليه ده الواجب والأصول وإحنا تفرق معانا الأصول قوي ومين فينا ما تفرقش معاه بس يعني إحنا ما حالتناش غيرها مالك يا نعمات أنت في حاجة شغلاكي ولا بتعيدي التفكير ولا إيه بالظبط
خير يا حضرة الظابط. انت بتقوي بيتك واحدة هربانة من العدالة. انا؟ ايوه يا فندم. كريمة؟ اسمها الحقيقي كريمان وهربانة من جريمة قتل. مش ممكن. حضرتك لازم تسلمها لي وإلا هتتعرض انت كمان للمسألة. يا حضرة الظابط اكيد فيه. بعد اذن حضرتك. افتح الباب من فضلك. كريمة. انت كويسة؟ الظاهر اني جاني كابوس. بس اني صحيتك. لا ابدا ما صحتنيش. انا كنت بطمن على عايده وبديها الدواء. سمعت صوتك فقلقت. متاكده انك كويسه؟ طيب حاولي ترجعي تنامي. انا كده كده مش قادر انام فهنزل تحت اسمع مزيكا. يعني لو مش قادره تنامي. أيا كان اللي صحاكي مفزوع فهو زي ما قلتي كابوس. وديكي فوقتي منه. ما تفكريش فيه. معقول يا نبيلة كل ده نوم؟ أخدوها يا طنط، بقالي كام يوم مش بنام خالص، راحت عليا نوم. نبيها؟ أفندم. رحتي للدكتور فريد؟ وسألته، وقال الزيارة لسه مش مسموحة للست عايدة، يمكن من بكرة. طيب روحي شوفي وراكي إيه. إزيك يا طنط؟ كويس، وإنتي عاملة إيه؟ الحمد لله. صباح الخير، إزيك يا مدام ماجدة؟ وإزاي عزيز؟ كويسين. واحتمال تسمعوا أخبار حلوة قريب. ومين عارف يمكن نسمع الأخبار الحلوة من عندكم أنتم الأول. أنا مضطر أستأذن عشان ما أتأخرش على الشغل. إبي سلملنا على عزيز وباركيله لحد ما باركله بنفسي. هو في حاجة مضايقة؟ لا مفيش. لا فيه وفيك أنت كمان. ده انتوا حتى ما صبحتوش على بعض. انا هطق لو ما اتكلمتش مع حد. وعايده لسه راقده. وبصراحه يا طنط الموضوع ده انا مش هقدر اتكلم فيه مع واحده من صحباتي. انا مش مصدقه ان بابا يعمل فيا كده. لا واحده واحده كده واحكيلي هو ايه اللي حصل. انما ماجده ما جاتش معاك ليه؟ هي كانت جايه معايا بس جالها مشوار على غفلة اضطرت تروح. بس هي وصتني ابلغكم تيجوا تتعشوا عندنا الاثنين اللي جاي لو فاضيين طبعا. فاضيين؟ لا يا عزيز مش هينفع. احنا طبعا اهل ومفيش بينا تكليف وبيتكم بيتنا بس لازم نمشي بالاصول. والاصول انك تتفضل هنا عندنا لحد ما نعمل خطوبه رسمي. وساعتها هنيجي عندكم البيت براحتنا. هستأذنكوا أعمل حاجة في المطبخ. اتفضل استريح. ها
اوعى تكون خدت على خاطرك من ماما. لا ابدا، هي عندها حق، الاصول ما تزعلش. سكرك قد ايه؟ 2 من فضلك. تسلم ايدك. وانت يا سارة بتحبي ايه؟ او هواياتك ايه؟ انا بحب التفصيل، وفساتيني كلها انا اللي مفصلاها. اوقات بعمل حاجات لاولاد قرايبي، يعني حتى الفستان ده انا اللي مفصلاه. حلو جدا. وانت قصدي يعني هواياتك ايه؟ ما عنديش هوايات محدده، وقتي كله ما بين الشغل والبيت، قليل قوي لما بعمل حاجه تانية. جايز عشان لوحدك، يمكن لما يبقى عندك عيله تتنشط اكتر ويبقى ودك تروح وتيجي. اكيد الواحد برضه لما يكون عنده حد يونسه الامور بتختلف. مظبوط، الونس والعشرة أكيد بيفرقوا، والحب كمان. جليلة اليومين دول حالها مش ولا بد، بقيت خايفة عليها بعد ما كانت هي اللي على طول شايلة هم. بكرة لما ترجعي لي هتتعرفي عليها، أخليها تعلمك كل الأغاني اللي هي حافظاها، ومين عارف جايز لو فعلا بقت تغني في مصر وتعمل أفلام تاخدك معاها في فيلم، بس يكون فيلم حلو ونهايته حلوة. ليلى، أنا بعمل كل جهدي عشان ترجعي، حتى لو ده معناه إني أحط نفسي في خطر أكبر من اللي أنا فيه. معلش انا حاولت اكح عشان ما اخضكيش، بس واضح ان مفيش فايده. السهر ان انا اللي قلبي بقى خفيف قوي عنك. انت عامل لك الشاي. ميرسي، ما تتعبيش نفسك. هو انت مش بتستحلي الكتابه غير وسط الاكل؟ انا لو عليا بطل اكتب خالص، بس مفيش حاجه بتريح قلبي غير الكام دقيقه اللي انا بخطفهم في اليوم عشان اقعد اكتب في الدفتر ده. ياه، بالدرجة دي؟ يبقى لازم نوبة تخليني أقرأ اللي بتكتبيه. لا مش قوي كده، أنا ما بكتبش حاجات مهمة. لو بتخطفي كام دقيقة في اليوم عشان تكتبيهم يبقوا مهمين، مهمين قوي كمان. كلنا عندنا حاجات جوانا بس بنختار ما نوريهاش للناس. كل حد فينا شايل هم وفي اللي مكفيه، بلاش بقى نزود همومنا على الناس. انا كمان ساعات كتير بفكر كده، بس عايز الحق. مهما كانت الحاجات دي مهمه او صغيره او تافهه، لما بنحكيها لحد بنرتاح. بس كنتي لما بتشاركيها مع الورق بترتاحي، فما بالك لما بتشاركيها مع انسان فاهم مهتم يسمعك. شوربة مدام عايدة جاهزة. ونادي انا غيرت لها واكلتها ونمت. تسلم ايدك. استاذنك انا هروح لجليلة، محتاجين نعمل مشوار سوا. ساعتين وهرجع، مش هتأخر.
هنستناكي انا وناديه. شوي ده معايا علشان ما يبانش الشكل غريب واحنا قاعدين سوا لوحدنا. لازم أأمن نفسي وأمنك. بس أنا ما ينفعش أقعد لحسن حد يشوفني. لا وقفتك دي اللي هتشبهني. خلاص لو خايفة قوي كده تيجي تاخد الورق من البيت لما يخلص علشان محدش يشوفك. الفلوس دي ناقصة 3 جنيه. أيوة ما هو ده كل اللي معايا دلوقتي. ما اختلفناش، بس اللي معاك ده أقل من المبلغ اللي اتفقنا عليه. حاضر هجيب لك بقية الفلوس وأنا جاي أستلم الباسبور. اتفقنا. بس تدفعي زيادة 5 جنيه على الاتفاق. حاضر. جمعتين وهستلم. جمعتين وهنتقابل. يا هيكون خلصان يا هبلغك هيكون خلصان امتى. جمعتين من النهارده في نفس المكان والميعاد. والفلوس تكون معاك. حاضر. مش هتشربي حاجه طيب؟ لا متشكر. معلش بقى في الشارع ما فيهوش ركنه. كان لازم سعادتك تركن في اوله وكمل الحته دي مشي. بالعكس ده حتى الجو حلو وانا بحب اتمشى. ما التمشيه للي زي حضرتك بتعتبر فسحه او رياضه. في الواقع انا مش بيبقى عندي وقت كتير اتفسح. شغلي وبيتي واخدين كل وقتي. وانا مش اجتماعي بشكل كبير. يعني مش راجل بتاع سهر وخروج. يعني حضرتك صاحب أكبر تياترو في الكنال ما بتسهرش فيه؟ ده حتى بيقولوا طباخ السم بيدوقه. اتفضلوا. تسلم ايديك. شكرين يا أختي. أنا حابب أخش في الموضوع على طول. أنا طالب القرب منكم في أختكم نعمات. طلب سعادتك يشرفنا. أكيد مش هنلاقي عريس لنعمات أحسن من حضرتك ولا يا فرج؟ أمال إيه؟ حقيقي الطيبون للطيبات. نعمات بنت حلال مصفي وحضرتك باين عليك الأصل الطيب والعز. حس كده خلونا نتكلم في المهم. طلباتكم إيه؟ إحنا أكيد مش هنختلف. وأكيد حضرتك أعرف الناس بالأصول. يعني الشبكة، المهر، البيت، واللازم منه. مفهوم. بس ده ما يمنعش انكم تقولوا طلباتكم وانا اشوف لو في مقدوري اكفيها. يا سعادة البيه احنا متأكدين ان حضرتك هتكفيها وتزيد. وزيد؟ فرج يعني يقصد ان احنا بدنا نطمن على نعمات. حضرتك عارف الزمن ما بيرحمش. على العموم احنا مش هنختلف طالما بالاصول لاني شاريها. نعمات قالت لنا ان حضرتك عندك عروسه حلوه وعلى وش جواز. او اللي ترضاه لبنتك هو اللي هنرضاه لاختنا.
هو مفهوم انكم تطلبوا النعمات نفس اللي انا هطلبه لنبيلة، بس انا شايف انه ده مش صح قوي. لان المهر والشبكه مش بس بقيمه العروسه اللي قيمتها كبيره عندي، لكن كمان من قيمة العريس، وبيتهيألي إن قيمتي أكبر شوية من شاب لسه في بداية حياته جاي يتقدم لنبيلة. فالمظبوط إنه شبكة نعمات تبقى أكبر وأغلى. والأهم من الفلوس والكلام ده إني هشيل أختكم في عناية، وهعاملها بما يرضي الله، وبيتهيألي انه ده اللي هيطمنكم عليها معايا. عايز اقول لك انك خلاص بقيتي كويسه، بس انا دي هانم كانت نايمه، قلت تصحى الصبح تلاقيها في حضنك احسن. ما في اقول لك شو عم بحس، روحي رجعت لي. الحمد لله على السلامه. بعرف اني تعبتك كثير اخر فتره. ما تقوليش كده، اهم حاجه ان انت بقيتي كويسه دلوقتي، تقدري تتحركي زي ما انت عايزه، بس مش لازم تعملي مجهود كبير. بالعكس أنا حاسة بدي أعمل كتير مجهود، مليت من القعدة بالتخت، اشتقت لكل شي بالبيت. ضلك بالبيت معنا اليوم، ما تروح على الشغل. النهاردة لازم أروح الشغل، بس أوعدك هرجع بدري. لو احتجت أي حاجة كريمة لسه موجودة في البيت. منيح أنا بعدها هون، لازم أشكرها. صدقي بمرة واحدة؟ أما اللي هتجوزه على مرتين يا بيت، إيه مستكترة عليا؟ أبدا والله يا أبلة، انقطع لساني قبل ما أقولها. لا خلي لسانك يا اختي عايزينه عشان تزغرطي بيه، على الاقل هبقى ضامنه ان الزغروطه طالعه من القلب. بس ليكي حق تستكتري علي، انا نفسي مستكتره على نفسي. ليه يا ابلة امال؟ هو انت في زيك؟ كتير، في زيي كتير واحسن مني كمان، ولو بصلهم بس هيجروا وراه. لكن هو ما فيش في طيبته ولا حنيته، عارفه؟ طول ما هو قاعد مع جوز الجحوشه وانا عماله ابص في الساعه، أقول دلوقتي هيقوم، دلوقتي هيمشي، هيقول لهم أنا مش عايز الجوازة دي. ألاقيه قاعد بيضحك معاهم وبيسيرهم وموافق على كل طلباتهم، وأنا عارفة إن هو بيعمل كل ده عشان يرضيني وعشان يكبرني قدامهم فيكبر في عينيا أكتر وأكتر. أوعدني يا رب بواحد زيه أو حتى نصه، مش مهم يكون بيه، إن شاء الله حتى يكون أفندي، أنا راضية بفندي على قده. مش مهم يكون بيه ولا فندي، المهم يبقى ظهرك تسندي عليه، أو ده لوحده بكنوز الدنيا. ماشي يا قبل ما اختلفناش، بس ما يمنحش يعني يكون معاه قرشين عشان يريحني شوية من مرمطة ووجع القلب، بس ما يكونش غني قوي يعني عشان إخواتي وأمي يطمعوا فيهم ما كمان. يطمعوا فيه؟ إذا كان طمعوا فيا أنا، ده الراجل ما كانش وصل لغاية باب البيت لقيت فكاية بتقولي لما تتجوزي بقى تسيبيلنا الشقة دي عشان شرحة وبرحة عن بيتنا. إنما معذورين يعني يا قبل، أنت ليه ما قلتليش غير دلوقتي؟ عشان مش مصدقه، وبيني وبينك لغايه ما المأذون يكتب الكتاب هفضل فاكره نفسي بحلم. تصدقي بالله؟ لا اله الا الله. انا بحكي لك دلوقتي عشان اصدق ان الموضوع بجد، وان انا مش بحلم وبرضه مش مصدقه. ما بين ايديك فقير غني.
تخافيش بيحبني ما يحبنيش بيحبني ما يحبنيش بيحبني. عاش من شاف ولا ما شافنيش عايش برضه؟ بلاش عاش من شاف. جيت ولا الهوا رماك؟ مش لايق عليكي خلاص الكلام ده يا لولا. وانت برضه مش لايق عليك موضوع الجواز ده يا دكتور. اديني بحاول. لو بتحاول يبقى اكيد في حاجه غلط. لو في حاجه صح لازم احافظ عليها. الموضوع المفروض ما يكونش محتاج المجهود ده كله. لو قلبك حاسه فعلا كان حصل من غير محاوله. وانت قلبك حاسس ايه ناحيه الغلبان اللي عينه مش قادره تنزل من عليكي ده؟ ما انا كمان بحاول. عشان زي ما انت رافض تصدق انك ما انتش مرتاح في جوازتك، انا كمان مش عايزه اصدق اني اتعلقت بيك. انت اذكى واحلى من انك تتعلقي بواحد حياته متلخبطه زيي. انت لولا على اذنك عزيز مستنيين لوحده لازم اروح. هي اتقلبت ولا ايه؟ يعني بقيت انا اللي لما بدور عليك بلاقيك هنا؟ بس انا قلت لك ان انا يمكن اجي. طيب يا عزيز، المهم انت كويس؟ كانت عايزه منك ايه دي؟ كانت بتكلمني عن المحاوله. كانت بتحاول معاك؟ لا ابدا، كانت بتكلمني عن الحاجات اللي المفروض نعملها ومش عارفين. هو لما الناس كلها مش عارفة أمال مين بيعمل اللي هو عايزه؟ في فرق بين اللي عايزين نعمله واللي المفروض نعمله. المشكلة لما يبقوا الاتنين صعبين، لا انت عارف تطول اللي انت عايزه فترتاح، أو تقبل اللي المفروض فترضى فتفضل تحاول. الكلام ده عظيم يا فريد. احنا لازم نحاول. احنا مين؟ كلنا لازم نحاول حتى لو مش عايزين او حتى لو مش عارفين. حابب تتكلم؟ اصل مفيش حاجه تتقال، في حاجه تتعمل. إني أحاول. معاك باستيليا؟ باستيليا؟ أي حاجة تضيع ريحة الخمر. لو روحت وماما شمت الريحة تبقى ليلتي مش فايتة. ولا ليلتك. قد ايه عمره؟ شو بيشتغل؟ هحكي لك. طب وامتى رح تشوفيه؟ قال اول مامته هتيجي تزورنا وبعدين ابقى اشوفه لما يجي معها مره ثانيه. كثير فرحانه لك، ان شاء الله كل شيء بيتم على خير. بيك مبسوط؟ ده الموضوع الاهم اللي كنت عايزه احكيه لك. مساء الخير. الحمد لله على السلامه. خليكي زمن، انا واخده دور برد ومش عايزه اعديكي لا ترقدي تاني. احنا ما صدقنا شدتي حيلك. اتفضلي يا طارق. هو باباكي مش هنا؟ طب وايه الاخبار؟ والله مش عارفه يا طارق،
أنا سمعت كلام حضرتك وبعمل زي ما قلتيلي. عفارم عليكي. في حدا يفهمنا شو اللي صاير؟ صدقي بيه، واحدة لايفة عليه وعايزة ألاقيه تتجوزه. تخيلي يا عايدة، يعني بدل ما يشوف العريس اللي جاي لبنته. هو عايز يبقى العريس ويا ريتها جوازة تشرف. انتي كملي زي ما انتي، خليكي قلبة وشك وافضلي مقاطعاه عشان يعرف قد ايه انتي واخدة على خاطرك، وساعتها هيرجع في كلامه لانه قالك انه مش هيعمل حاجة عكس رغبتك. المشكلة ان هو كمان مخاصمني. انا عارفة انه زعل اخر مرة اتكلمنا، بس عمري ما كنت اصدق اني اهون عليه كل المدة دي. هما الرجالة كده بيبقوا كويسين لحد ما تخش حياتهم واحدة تشقلب حالهم. اهو عندك عزيزة اهو، من يوم ما عرف هم 44 وهو تشقلب حاله، وشوفي بقى له كام سنة ودينا يا دوب بنحاول نعدله. شو؟ كيف تعدله؟ لا ده انت فايتك كتير قوي. المهم قبل ما انسى، جوزك قال لي اشوف لك خدامة كويسة، ولقيت كذا حد، بس هو قال لي استني لما عايدة تخف. بتشكري كتير. فيك تبعتي لنا يونا هالاسبوع ونختار؟ وماله؟ اكلم المخدماتي واقول له. كثير منيح، لانه عايزينها باسرع وقت، انا ما بقى في اعمل شغل البيت لحالي. لا ما تقلقيش، هنجيب لك واحده بسرعه. شكل الشارع هيتملي خدمات جداد كتير الفتره الجايه، ربنا يستر. متأكدة انك مش عايزيني اروح اوصلها لك انا؟ ما تحمليش همي، انا هوصل لهم الطلبيه واروح على طول. روحي انت قبل ما الدنيا تلاقينا اكتر من كده. تصبح على خير. انت ادخل. هي كسرة القلب اللي بتحلي كده؟ شايفاني محلوة؟ يبقى قلبك مكسور بصحيح. صعبانة عليكي وجاي تواسيني؟ لا يا حبيبتي، انت عارفة كويس قوي ان انا مش طيبة كده. عارفة. انا بس جاي اعرف لو كسرة القلب هي اللي مخلياكي من ساعة ما رجعتي من اجازتك وانتي منورة على المسرح قوي كده. لا وانتي الصادقة، كسرة النفس مش كسرة القلب. احكيلي. ما انت لسه بتقولي انك مش طيبة قوي كده عشان اجي ترمي في حضنك واشكيلك همي. ايوة اوعى تكوني فاكرة اني قلقانة عليك يا بنت انتي. انا بس بطمن انك مش بتحاولي تسحبي السجادة من تحتي. لا اطمني، انا مهما نورت مغطيش على نورك ابدا. دي من غير قوالة. المهم لقي لك حد تشكيله همك، حتى لو كان ده، ولو على كسرة النفس فدي بسيطة، هتتعودي وهتنحسي كمان، وقتها كل اللي نفسك فيها يحصل. المهم ساعتها ما تبقيش نحستي قوي، لحسن يوم ما يتم المراد ما تعرفيش تنبسطي بيه. Thank you.
حبي ليك عين الغلط متأكدة عقلي بيسأل قلبي ليه بعمل كده انت الوجع اللي انا مستحليه انت اللي مش ممكن اعيش لو مش معاك انا مدمنه ولا قد أعرف الانسحاب مع إني عارف أنك طريق أخره سراب لنا أدرى من حبك أخف ولا قد ولا قد أعرض الانسحاب